عمر هنا عمر عيشة هنا الومدة تي في ومعايا الفايزين ب 50 ألف جنيه في نهائي فكرتي طوب التربة المضغوط المركز الأول المركز الأول طبعا ده ممكن تشرحه يعني إيه طوب التربة المضغوط الطوب ببساطة فكرة جديدة قررنا إن إحنا نعملها عشان نلاشي أسعار البنى غالية جدا سواء أسعار الطوب أو أسعار النقل نفسه قررنا إن إحنا نعمل حاجة جديدة توفر الطاقة وفي نفس الوقت ما نستخدمش المازوت فيها في الحرب ونبدأ نستغل أخبات البيئة فقررنا إن إحنا نعمل طوب التربة المضغوط بتاعنا اللي هو طوب عادي زي الطوب نقدر نستخدمه لخدمات البيئة وفي نفس الوقت يقدر يقلل لي في التكلفة 40% توصل سعر بيع الطوبة ال 1000 طوبة 180 جنيه أما السعر بره 92 جنيه ده أول ميزة الميزة رقم 2 اللي إحنا بنستغلها في الطوب بتاعنا اللي احنا ممكن نعمل خط انتاج جوه الموقع الميزه رقم 3 اللي احنا الطوب بتاعنا مش محتاجين ليه مشطوبات لان احنا ممكن نعمل منه خامات وشكل جمالي بدون اي استخدام اي رياض وده نتيجه ان احنا نقدر نعمل منه جبنه لحمه من نفس الماده اللي انتج منها كمان الطوب بتاعنا ما بنستخدمش فيه الحرق ولا بنستخدم فيه المازوت ولا بنستخدم فيه الحاجات الملوثه للبيئه وبالتالي هو طوب صديق للبيئه بيعتمد كله على الموارد الخامات الطبيعيه المتوفره في البيئه واللي ممكن نستغلها احسن استغلال بحيث ان احنا ننتج الطوب بتاعنا ونقدر نستفيد من الحاجات الموجوده في البيئه النقطه الاهم في كده ان احنا مش بنجرب الارض الزراعيه عشان نعمل الطوب التاني في الطوب بتاعنا مش بنستخدم الطينه اصلا انتوا بتستعملوا النفاذ من من البناء او مواد ثانيه مواد صحراويه على الارض الزراعيه مواد صحراويه مصر موجود فيها صحراء كتيره جدا والطوب بيبقى نفس جوده عملنا عليه اختبارات وعملنا عليه اختبارات في كليه الهندسه واثبت كفاءته وبالفعل عملنا موديل في منطقه بالبيس اثبت الكفاءه الكامله بيه لما تقول موديل يعني انتوا بنيتوا حاجه بالطوب بنينا فعلا مبنيين بالطوبه بتاعتنا وفعلا اثبت كفاءته وايه بقى الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه ان شاء الله احنا كتير من ناويين نكمل مع بعض اللي احنا نبدا اولى شركتنا وان شاء الله ناويين نستمر في دوت بحيث ان مصر كلها تستخدم الطوب دوت في كل اعمال بناء ان شاء الله انتوا لسه طلبه ولا اتخرجتوا لسه طلبه بس خلاص يعني بكرر رسالة هتكملوا جامعه ان شاء الله طب ايه رايكم في المسابقه نفسها ادتنا فرصه كويسه جدا وفعلا ادتنا يعني دفعه قويه ان احنا نكمل ومن غير المسابقه دي ما كناش عرفنا معلومات كتير ازاي نقدر نطور فكرتنا الفكره ممكن تكون كانت موجوده عندنا بس احنا مش قادرين ان احنا نطلعها للنور اللي حصل النهارده دي اول خطوه لينا لطريق ان احنا نعمل شركه وتبقى اول شركه لشباب لسه بيدرسوا في كليه الهندسه المسابقه ادت لنا فعلا فرصه ان احنا نقدر نعرض فيها فكرتنا نقدر نتكلم نقدر نقول كل اللي احنا عايزينه قدام ناس كتير قدام عدد كتير جدا قدام ناس مهمه وليها اسمها في السوق قدرت تعلمنا حاجات بسيطه جدا الحاجات ديت قدرت تفيدنا قوي وقدرت تخلينا نقدر نقول مثلا نعمل بيزنس بلان نعمل بيتش بيزنس كويسه جدا صح نبدا نهتم بالماركتنج الكلام ده كل ده اتعلمناه هنا من فكرتي ويا رب ان شاء الله باذن الله نقدر نكمل الحلم بتاعنا اللي احنا على طول كنا بنحلمه مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه دي كانت اكتر من خطوه والحمد لله اتعلمنا حاجات كتير ان شاء الله اللي جاي يبقى احلى شعارنا نكمل انتوا كنتوا دخلتوا حاجه زي دي قبل كده ولا دي اول حاجه؟ لا دي اول مره احنا دلوقتي بقينا انتر طب لو في نصيحه تدوها لاي حد عاوز يبتدي شركه او في المجال اي مجال يعني جرب وما تخافش ابدا بحلمك وسر عليه ما دام انت واثق من تحقيقه وان شاء الله هتحققه ممكن نقول لا تكمن القوه في العضلات ولكن ما فعلتها من انجازات ابدا الفكره بتاعتك حتى لو بسيطه صدقني هتلاقي ناس كتير قوي تقدر تقف جنبك وتساعدك وتقدر تحقق حلمك اللي انت نفسك فيه ما تسمعش لأي واحد يجيله فكرة ما يسمعهاش ان هو يعديها كده لازم ان يكتبها في ورق ويعرف ايه المدخلات فيها والمخرجات عشان يقدر بعد كده يبدأ يشتغل عليه لكن مشكلتنا احنا بيجي لنا افكار كتير قوي بس مش بنهتم ان احنا نبدأ نهتم بيها نشوفها ننفذها ازاي او نمشي فيها ازاي بس ماشي يا جماعة الف مبروك مرة تانية وموافقين ان شاء الله وارفعوا راسكم ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام